من منكم له والد أو والدي أو والدين؟ يرفع أصبعته. ما شاء الله، أكثركم. الله يبارك لكم بوالديكم. من كان له أب أو كان له أم فليعمل بها السنة. قال صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى وجه والديه نظرة رحمة. تنظر إلى وجه أبوك لكن نظرة فيها حنان، فيها رحمة. من نظر إلى وجه والديه نظر رحمة كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. بكل نظرة حجة مبرورة. قالوا: يا رسول الله، وإن نظر كل يوم 100 مرة؟ قال: الله أكثر وأطيب، بيعطيك أكثر. 100 نظرة وكل نظرة بحجة مقبولة، هي لوالدك. الله أكبر. لك اروح عميل عميل نظرك لوالدك شو عمله هيك؟ غرام غرام. عود طلع هيك بوالدك: سبحان الذي خلقك يا بابا، سبحان الذي جملك، سبحان الذي أعطاك. لك شبك شو صاير لك الأيام؟ سبحان الذي جل عليك بهالجمال. يا سبحان الله، والله اشتهيت بوسك من وشك. بوس والدك من جبينه، بوسه من جبينه. لك شو صاير له؟ قال له: بابا والله أنا سمعت حديثا أن من نظر إلى والديه نظرة رحمة كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. الله أكبر. هذا إذا طلعت فيه وإذا قبلت له إيدي ورجليه، الجنة فوق أقدامي ولا تحت أقدامي؟ تحت. شو معنى تحت؟ سفل الرجل، سفل الرجل. قبل. شو هادك يا ابني؟ قال له: بابا مشان الله لا تحرمني، لا تحرمني، بدي قبل عتبة الجنة. هيك النبي عم بيقول: الجنة تحت أقدامي الوالدين، الوالدين. هي أخذت أجرة كبيرة. روح لأمك: ماما شوفي على راسك، شوفي تعمل هي، تعي تعي، خذ راسها وبوسها من بين عيونها، قبل والدتك من بين عينيها، ما من الخد. هذا خطأ. الابن يقبل والديه من جبينه، من جبينهما. قبل امك من جبينها. شوف شو هادك يا ابني. قال له: والله يا ماما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قبل بين عيني امه كان سترا له من نار جهنم. من قبل بين عيني امه كان سترا له من نار جهنم. الله أكبر. حماية وحفظ. شو كلفتك؟ اعملها بأسلوب. ماما ماما خير، شوفي على راسك، تعي تعي لشوف. بسم الله، كرامة النبي عليه الصلاة والسلام، هي اقتداء برسول الله بحديث النبي. شو منا؟ سترا من نار جهنم. صعب ولا رخيصة؟ هينة. شو رأيكم؟ والله في منكم بلاقيها صعبة، بعرف في منكم. والأنا أنا بويس إيدي وإجري بلاقيها صعبة، صعبة بويس يا ابني. مثل ما بتلاقيها صعبة بكرة لح تلاقي دخول الجنة عليك صعب، كمان صعب يدخلوك على الجنة، كمان صعب. أما المؤمن يا ابني ما بيضيع، راح
قبل والده، قبل والدته، يا سلام، هي أبطل الإجرة. وإذا كان عم تشتغل، عم تشتغل عشية، روح جيب لك شوية تمر، شوية عرق سوس، تعال البيت اسقي أمك، اسقي والدك، طعمي تمرة لأمك، طعمي والدك تمرة، طعمي إخواتك كل واحدة تمرة، أدخل السرور عليهم، خلي أبوك يفرح، بابا أنا جبت العرق سوسات، دوق، ماما أنا جبت، دوقي. ما في بالعادة قال لهم والله أنا سمعت حديث النبي حبيت طبقه. شو حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي سمعته؟ قال له والله أنا سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا، وأفضل بيت هو بيتنا، بيت المسلمين أفضل شيء هو البيت، من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم يرضى الله له جزاء دون الجنة. ما في إجرة أقل من الجنة، أقل إجرة لحتاخذها شو هي؟ الجنة. طعميت أمك، طعميت والدك، طعميت أخواتك، ارميلهم نكتة لطيفة خلي يضحكوا، أدخلت السرور عليهم فلك عند الله الجنة. يعني هي في بيوتكم، ما عم أحكيكم لشيء بتتعبوا فيه، هذا في بيتك وأمك وأبوك وأخوتك الصغار، أخوتك صغار أحسن إليهم ترضاهم، فلعل الله عز وجل يا ابني ببركة طفل ممكن الله يدخلك الجنة. لا تلاقوا شيء صعب يا ابني، ممكن يا ابني ببركة إحسانك إلى قطة البيت ممكن الله يغفر لك. فهذا حب النبي عليه الصلاة والسلام يا ابني.